عشاق متابعي موقع بانطرا 36. اليوم تصادفوا شخصية بارزة وشخصية من نوع آخر اللي عطات إشعاع مدينة قنيطرة عن طريق الرياضة. معنا اليوم الحاج عبد الله القوزي، رئيس جمعية محبي ريال مدريد في مدينة قنيطرة. مساء الخير محبيك سي الحاج. مساء الخير سي فؤاد، وبالمناسبة كنبغي نشكر جزيل الشكر الموقع ديالكم الرائد قنيطرة 36 اللي عطى واحد دفعة قوية للخبر المحلي، واللي خلى العديد ديال سكان الاقليم ماشي غير المدينه انهم يتعرفوا على العديد من القضايا الساخنه اللي كتوقع في القنيطره. الحاج، بعد التاسيس ديالكم ديال ريال مدريد ريال مدريد مؤخرا، اكيد شكلتوا مكتب مسير، وخلال جمع تاسيسي كان واحد الحضور وازن. الحاج قول لنا الاسماء اللي ضفتوها للمكتب ديالكم المسير. طبعا بعد الجمع العام التاسيسي اللي شهدوا المركب الثقافي ديال القنيطرة بالترخيص مباشر من وزير الثقافة مشكورا، فعلا الجمع العام التأسيسي منحني الصلاحية من أجل تشكيل المكتب، وفعلا تم تأسيس المكتب وتم وضعه لدى السلطات المحلية عند المكتب السيد الباشا. وبعد انتظار يعني ما دامش طويلا مدة شهر حصلنا على الوصل النهائي والاعتراف القانوني من طرف السلطات المغربية، وهاد الاعتراف القانوني هو شرط من الشروط اللي فرضت علينا اداره ريال مدريد باش تاسس مدريديستا ديال القنيطره. وفعلا شكلنا المكتب ورسلنا الاداره ديال ريال مدريد الوثائق اللي كانت طلبتنا، والمكتب كيتشكل من خمسه عناصر، وهذا هو العدد اللي طلبت لنا اداره ريال مدريد، لانه ما بغاش العدد يكون ضخم، لانه دار واحد القانون جديد ديال 2017 كيطلبوا من كل البينيات اللي غتشجع مدريد انها ما تجاوز خمسه الاعضاء. وعلاش؟ لانها هذا عنده واحد المعنى، لانه غالبا اي بينيه تتاسس في العالم كيستقبلها بيريز رئيس ديال ريال مدريد، وبالتالي ما خص يكون العدد ضخم، تيكون غير صغير باش كيكون باش يعني تيكون الاستقبال فيه نقاش مباشر وماشي ضخم وما فيهش فيه الكم وما فيهش الكيف. الحاج عبد الله القوزي، جميع المتتبعين تينتظروا الاسماء ديال المكتب، ما يمكنش تكشف عليها. لا، ما احنا بالعكس عادي جدا. بالنسبه كما قلت لك كاين خمسه العناصر الاسماء ديالهم. طبعا كاين الرئيس عبد الربيع وتم انتخابه بالاجماع في الجمع العام التاسيسي، كاين النائب الاول هو السي انس البوعناني، هو شخصيه رياضيه معروفه في القنيطره، كاين الكاتب العام هو السي رشيد القداري، هذا اطار في شركه ديال الاتصالات. ايضا كاين امين المال هو السي محمد المديوني، ايضا شخصيه رياضيه معروفه ماشي محليا وطنيا. وكاين اسامه القوزي، هذا عنصر فاعل وكان هو اللي وراء هذا التاسيس، هو المهندس الحقيقي ديال هذا التاسيس ديال لابينيا مدريد القنيطره. بالاضافه كاين سي بجه، هذا عضو ايضا اضيف للمكتب المسير، وهو يتقن اللغه الاسبانيه، هو السي رشيد، هو الكاتب العام رشيد القداري. وايضا من بين لاستكمال المكتب تيطلبوا الاداره ديال ريال مدريد تطلب منا اربع لجان، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجان عن طريق عناصر فاعله ومؤثره وتشتغل. يعني المكتب الان جاهز، اللجان جاهزه، ولابينيا تولدات يعني ما بقاش كتحبو، الان اصبحت قائمه الذات وانطلقت في العمل. الحاج عبد الله القوزي، باش تاسس جمعيه ديال محبي ريال مدريد وقانونيه ما سهلاش، اكيد غتكون عندكم واحد المجموعه ديال البرامج، شنو هي؟ طبعا القانون الاساسي ديال لابينيين راه واضح، فبالاضافه للترويج او الدفاع على صوره ريال مدريد بجانب مهني بجانب اخلاقي، العنف الرياضي كما يمارسه الاخر، نحن الآن نفكر في خلق أو في تنظيم أنشطة إشاعية ذات طابع اجتماعي، وهذه هي الفلسفة ديال لابينيا، ماشي فقط غير تشجيع ريال مدريد وأنها تنظم لقاءات في القهاوي وتهتف بأسماء اللاعبين، لا ماشي غير هذا جانب،
وايضا كاين جوانب اخرى هو كما طرحتي كما جاء في السؤال ديالك الجانب ديال العمل الخيري والعمل الاجتماعي. نحن الان بصدد تنظيم واحد العمل اللي يمكن غنتوجوه في النهايه ديال الشهر لهذا الشهر الفضيل لهذا الشهر الكريم، اننا يمكن نزوروا دوك دار العجزه او نزوروا بعض الاطفال المتخلى عنهم ونديروا معهم واحد اللقاء يعني ذات طابع انساني اولا وخيري وما عنده حتى شي رائحه ديال السياسه على الاطلاق. طبعا هذا وعد مني وكنت قطعته في الجمع العام بانني ساحارب كل ما اي شخص غنشم فيه ريحه ديال السياسه او انه دخل لابينيا باش يمارس السياسه او اشتغل لابينيا باش يروج لاسمه ساحاربه حربا ضروسا. سي عبد الله الكوزي اكيد ننتظروا من البرامج ديالكم غتكون واحد المدرسه هنا ديال ريال مدريد ديال الناشئين والصغار. طبعا هذا البرنامج ديال البرنامج الثاني ديالنا هو اننا سنعمل على تاسيس هذه المدرسه اللي غتكون متنفس للعديد من ابناء ديال مدينه القنيطره والاقليم، وبالتالي غتكون هذه قيمه مضافه لمدينه القنيطره، خصوصا ان ريال مدريد غادي نجيبوا مدرسه ديال ريال مدريد، وما ادراك ما ريال مدريد، لواحد المدينه تنجب المواهب وخزان المواهب ويعني وتتفجر طاقات قويه ديال المواهب، وبالتالي غادي تشكل واحد اللبنه وغتعطينا واحد خريطه الطريق مزيانه جدا يمكن تفيد حتى الفريق ديال المدينه الاول ولكن في استقلاليه تامه. الحاج عبد الله تنعرفوا القدره ديال الدخل المالي الفردي ديال المواطن القطري الاكيد غيكون خيرات ولا غيكون الولوج هذا غيكون واحد الثمن تنظن رمزي. يمكن ناكد لك انه اضعف انخراط ديال لابينيات في قنيطره ولا في العالم هو في المغرب هو الانخراط اللي حدته لابينيا مادريديزا قنيطره. يعني رغم انه بعض الاصوات نادت برفع السومه ديال الانخراط حتى نغلق الباب على بعض العناصر او لا يعني كما تيتقال نخليو غير النخبه، فانا اعترضت قلت انه الانخراط سيكون مفتوح امام الجميع وبثمن مناسب. فتم الاتفاق على تحديد الثمن في كنقول ب 15000 ريال بالنسبه ل 750 درهم 750 درهم بالنسبه للكبار، وبالنسبه للنساء حدد في 500 درهم تشجيع العنصر النسوي، وبالنسبه للاطفال اقل من 18 سنه بالمجان. دي بادره مزيانه يعني بالمجان، ولكن ما فوق 18 سنه يعني راه قلت لك يعني السعر ديال ولا الثمن ديال الانخراط السنوي. الحاج عبد الله الكوزي اول خروج رسمي وحضور رسمي كان في المباراه النهائي في كييف في مباراه النهائي ديال عصر الاطلال اللي جمعت بين ريال مدريد وليفربول. تحدث لنا عبد الله الكوزي شنو طرا تما والفرحه فعلا مات فعلا قبل ما نسافر لكييف رفقه اسامه اللي هو عضو في المكتب اتفقنا احنا كمكتب اننا ننظموا واحد اللقاء للمدريديين ديال القنيطره باش يتابعوا المباراه في احدى المقاهي ولا احدى القاعات. قمنا بمحاولات من اجل كراء قاعه عموميه ولكن للاسف لم نتوفق. اولا الثمن الباهظ اللي كانوا طلبوا لنا اصحاب القاعات، فارتأينا كمكتب اننا نتوجهوا لاحدى المقاهي، وبالفعل مشينا لواحد المقهى جميله وتم تنظيم لقاء مباشر يعني حضروه جميع المدريديين من قنيطره ومن خارج قنيطره، وكان فيه تنظيم حفل الفطور بالمجان على حساب بعض العناصر من المكتب اللي ساهمت من جيبها الخاص. بالنسبه للسفر ديالنا لكييف رفقه سي اسامه كان سفر في حقه متعب، ولكن مع ذلك يعني استمتعنا بالاجواء و كان حضور متميز للابينيا مدريد ديال القنيطره. والحضور ديالنا اعطانا امكانيه ان تلاقينا مع واحد العديد ديال الناس. عرفنا اولا بقنيطره وفين جات قنيطره، وايضا عرفنا حتى بالمغرب من خلال حمل العالم الوطني داخل المدرجات ديال الملعب الاولمبي ديال كييف. وايضا العضو ديال المكتب السي اسامه ارتدى واحد اللباس وطني طربوش وطني، وكان يعني يحمل الرايه الوطنيه،
يعني عطى واحد اللوك مغربي اصيل، خلى تار واحد ردود فعل ايجابيه عند طرف عند الجمهور الاوكراني والجمهور الانجليزي وحتى المدريدي. يعني في كل مره كنت ارى يعني الطلبات ديال انه كيطلبوه باش يلتقط معهم صور تذكاريه، يعني بسبب اللباس المغربي، اولا الرايه المغربيه والطربوش المغربي. وايضا داخل الملعب قمنا بتنصيب رايات وطنيه داخل المدرجات، وقد ابهرت بعض المحبين واعجبتهم كثيرا الى درجه انهم كانوا يلتقطون معهم صور، وقد تم التعرف على المغرب وعلى حتى الترويج للترشيح ديال المغرب 2026. ايضا في كييف تم اللقاء مع رؤساء ديال لابينيات اخرين، على راسهم رئيس لابينيه ديال قطر، واللي اقترح علينا اننا نديروا واحد الشراكه نزوروا قطر هما يزوروا المغرب، فرحبت بالفكره. ايضا وقع واحد التنسيق مع لابينيه مدريد ديال كازابلانكا من خلال الرئيس ديالها السي يونس خيري، اللي درنا واحد التنسيق تما وكنا كنديروا عمل مشترك ايضا بما فيهم الرايات اللي تعلقوا في الملعب، كان العمل مشترك. وايضا المناسبه هذه كانت مناسبه تلاقينا مع السي انس ديال ما يمكنش 2026، اللي التقط لنا مجموعه من الصور وتناولنا وجبه العشاء وخذ الراي ديالنا واش يستمر ولا ماشي، واش ما يستمرش، واش يوقف هذا العمل ولا ما يوقفهاش، فنصحناه انه يستمر لمصلحه الوطن رغم انه يقوم بعمل مجاني ولا يتقاضى اي اجر ولا يجد اي دعم من اي جهه، سواء من طرف وزاره الشباب والرياضه ولا من طرف اللجنه المشرفه على تنظيم كاس العالم ديال 2026. سي بلانكوز القنيطره فخوره برجالتها، انت كرئيس جمعيه ديال محبي ريال مدريد ما غنتظروش منكم مستقبلا نشوفوك شي لاعب كبير من ريال مدريد، نشوفوك عضو من المجلس الاداري ديال ريال مدريد، من المرتقب واش بامكانكم تجيبوا الفعاليات الكبيره الوازنه العالميه من مدينه القنيطره؟ طبعا انا حسب علمي انه اي جمعيه محبين ريال مدريد تتاسس الا والرئيس ديال ريال مدريد عندما يطلب منه ان ياتي الى المدينه التي اسست فيها ياتي، ولكن فقط انه يحترم الجدول الزمنيه ديال التوقيت ديالو. فاكيد انه انا اتوقع ان بيري شخصيا يمكن يجي لمدينه القنيطره من اجل اعطاء انطلاقه ديال لابينيا مدريديستا ديال القنيطره على مستوى التاسيس ديال المدرسه ديال كره القدم اللي غتنشا ان شاء الله في مدينه القنيطره بتنسيق مع لا فونداسيون ديال ريال مدريد. وايضا ممكن 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 يزورنا لعاب من اللاعبين ديال ريال مدريد، ولما لا، خصوصا ان ريال مدريد تضم في صفوفها لاعبا مغربيا اسمه اشرف حكيمي. الحمد لله، فخر لينا احنا كقنطرين. الحاج عبد الله الكوزي، بكل صراحه موقع قنطره 36 هي مجموعه من الاسئله غنوضعها في كلمه وانت بامكانك تجيب عليها بكلمه او بكلمات. سي الاخ فؤاد، قبل ما ندخلوا لهذه العمليه انا كنبغي ندير واحد الاشاره. اولا بمناسبه تتويج ريال مدريد للمرة الثالثة عشر، فلابينيا مدريديستا القنيطرة ستعمل بعد انتهاء إن شاء الله شهر رمضان على تنظيم سهر، على تنظيم حفل ساهر كبير جدا في المركب الثقافي بمشاركة فنانين وطنيين وفكاهيين ملتزمين، وسيتم استدعاء لاعبين مشهورين في المغرب وشخصيات عمومية بارزة ماشي على مستوى القنيطرة، على المستوى الوطني. وهذا السبق دينا هنا الحاج. طبعا. ثانيا سأضيف سبب آخر، هو الآن لابينيا على مستوى العمل الاجتماعي هي دقت أبواب وزارة الشباب والرياضة ودقت أبواب اللجنة الوطنية للتخييم، وحصلت على وعود مؤكدة أنها ستستفيد من التخييم لهذه السنة عن طريق مجموعة من الأطفال اللي كينتميو ماشي كينتميو، الذين يحبون ويعشقون ريال مدريد، وسيتم الإعلان على هذه المبادرة قريبا إن شاء الله. الحاج كما قلت لك موقع قنطرة 36 وجد واحد مجموعة من الأسئلة متنوعة مختلفة، يمكن تجيب عليها بسؤال اللي حبيتي. شنو سألك ريال مدريد؟ ريال مدريد هي مش نقول لك، هي بالنسبه لنا كل شيء، هي واحد الفلسفه في الحياه، عطتني واحد المتعه
استفيد منها كتلقائيا، وريال مدريد انستني في العديد من الاشياء التي كنت احبها سابقا. الغريم التقليدي برشلونة، فريق اتمنى ان يتجاوز مرحله التعثرات على مستوى الشامبيونز ليج. رونالدو احسن لاعب في العالم ولا يقارن باي لاعب اخر، وانه يعشق المغرب، وقد ارتدى القميص الوطني، قد ارتدى الرايه الوطنيه وسط ملعب اولمبي بكييف. ميسي لاعب عالمي. القنيطرة احسن مدينه لدي في المغرب واحبها كثيرا ولن انساها، وفيها ترعرعت بعد مدينه سيدي حي الغرب. شاطئ المدينه شاطئ جميل ولكنه يحتاج الى اصلاحات، رغم الاموال التي رصدت له في اطار برنامج التأهيل الحضري ما زال يعاني، واتمنى ان يخرج من هذه الحاله المزريه لانه لا يعكس حقيقه الاموال التي صرفت عليه. نادي القنيطري اتمنى ان يعود الى القسم الوطني الاول. انت سبقتي لك مسير سابق اتحاد الزمالك ميسات، هذاك الفريق المحبوب والمفضل لدي وطنيا. الحاج عبد الله القوزي في هذا المحور الثاني في هذا اللقاء هذا، نكمة علم الجميع كاين تظاهر عالمية مونديال، انتما كما قلتي روجتوا ملك المغرب من نوع اخر، كيفاش تشوف المشاركة ديال المنتخب المغربي في كأس العالم؟ طبعا انا اتوقع مشاركة صعبة جدا بحكم المنتخبات التي سنلاقيها، ونتمنى ان ننتصر عنده، وايضا ان ننتصر على المنتخب الاسباني والمنتخب الايراني وان نمر الى الدور الثاني. الحاج عبد الله شكرا على استعداد الصدر ديالك، وحنا فخورين تنستقبلوا شخصيه قنيطره بارزه عطيت الشيء الكتيمه ديال قنيطره، ومازال تعطي ان شاء الله كلمه اخيره لجميع عشاق محبي ريال مدريد مدينه قنيطره والعالم. اولا اجدد تشكراتي للموقع ديالكم الرائد على مستوى الاعلام المحلي، واللي بصم على حضور قوي واستطع وسط زحمه المواقع والصحف ان يجد مكانا لذاته وان يؤسس لاعلام القرب النزيه المهني برغم الصعوبات ورغم قله الامكانيات. وايضا من خلال المنبر ديالكم كنبغي نوجه تحيه خاصه بمناسبه شهر رمضان لكل المدريديين والمدريديات بمدينه القنيطره، وكنقول لهم بانه لابينيا مدريد القنيطره هي مفتوحه في وجه جميع المدريديين، واننا ادعو جميع المدريديين للتوحد، اننا نشتغلوا يد في يد، واننا ما نبقاوش يعني من لا نؤمن بالاقصاء، وانه هذا لابينيا راه ماشي ديال عبد الله القوزي وماشي ديال اي واحد في المكتب ولا اي واحد منخرط، فهي ديال القنيطريين كاملين، ولكن شريطه انه يكون يحب الفريق الملكي، يحب الفريق ديال ريال مدريد اللي هو احسن فريق في العالم. حاج من ضمن اتفاقيه الشراكه درتو مع قطر حتى القنيطره 36، بامكانك دير مع اتفاقيه الشراكه مع جمعيه محبي ريال مدريد؟ طبعا احنا هذه بالنسبه لاتفاقيه الشراكه مع مدريديستا ديال قطر، هذه يلا تناقشنا فيها من الناحيه المبدئيه احنا متفقين، ولكن تفعيل الاجراء هو اللي غيجي بعد رمضان ان شاء الله. طبعا نعم من الان يمكن ان اعلن على عقد شراكه مباشره مع موقع 36 القنيطره. شكرا سيدي. Thank you.